بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. كنت واجدوا أمام مقبرة ديال الشهداء اللي نواري جثمان فقيد ديالنا اللي هو أنا بالنسبة لي أب روحي وصي بوكر شطاهيم اللي معروف بالتفاني ديالو بحبه النادي الوداد بالعمر اللي دوز ديال تقريبا واحد ما يناهز 62 سنة في تسير ديال النادي في العطاءات اللي عطاه بوقته بالجهد ديالو يعني بالنصائح بالعلم اللي عطاه الله. فابو بكر جداهيم هو ابن المدينه القديمه وابن ديال واحد العائله مشهود لها بالتفاني ديالها الحب هذه البلاد وبالمقاومه عائله جداهيم اللي هما بيضاويين حقاق، وكذلك هو تزرع في هذا وزرعوا حتى فينا حنا باش نحبوا النادي ونحبوا بلادنا. فكان مثال بالنسبه لنا للتضحيه، مثال ديال حب الاخر، حب فعل الخير. فكان كيعلمنا هادشي، هو كان ديك الساعه رئيس منتدب وكنت انا كنلعب، ولكن كان كيعلمنا كيقولنا هذا القميص اللي هزيتوه راه ماتوا عليه ناس، ماتوا عليه رجال، ماتوا عليه ناس اللي ضحوا بحياتهم، فخصكم حتى نتوما ما تضيعوهش. وفعلا عنده الحق، يمكن ديك الوقت ما رديناش البال لان باقي صغار وباقي الجد، ولكن مع الوقت ومع اننا ولينا نعرفوا قيمه الوداد والحب ديالها وشنو كتمثل الوداد في كره القدم المغربيه وفي الرياضه المغربيه، فهنا عطينا حق وكنقولوا الله يرحم هذا اللي علمنا، لانه كذا المعلم ان يكون رسولا. فهو علمنا مبادئ واخلاق اللي بقات فينا اللي حنا حتى حنا دابا كنبغيو نعلموها للاجيال اللي بعد منا. عشق ديالك لبلادك وعشقك للوداد وما يتساوم بفلوس، ما يتساوم بامتيازات، لا انا كنبغيه باش هذا النادي يبقى دائما هو اللي مرفوع ويبقى هو اللي كاين، والبلاد ديالي تبقى مستقره ويبقى دائما الحمد لله مستقله. فابو بكر جداهيم انسان اللي العطاءات ديالو كثيره معنويه وماديه، والاخر حاجه انه كيوجد كتاب على تاريخ الوداد، يمكن نكملوا نشوفوا مع العائله ديالو لا يمكن انه ينشروه، فيه تاريخ الوداد منذ نشاته، وهذا الشيء كان كيعطي عبر الدروس. انسان كان مثال ديال انسان مثقف، كان كيعطينا مواعيد حكام، ولدرجه انه حتى المكاتب دابا اللي جات من بعد منه ولا اللي كاينه دابا كانوا كيستشروا معاه، كانوا كيمشيو عنده الوقت اللي كيكون شي نزاع ولا خصام، كان كيحاول يتدخل بخيط ابيض ويصلح، لان كيقولوا من العائله الوداديه ما خصهاش تفرق، يمكن نتغيروا ولكن ما يكونش الحقد، ما يكونش لو سابوتاج، ما يكونش يعني تبارك الله. الله يرحمه، هادشي اللي غنقول الله يرحمه، الله يسكن في سيح جناته. قلال مسيرين بحاله، قلال المسيرين اللي يعطوك يعني يعطوك معنويا ويعطوك اخلاقيا ويعطوك ادبيا، قلال، ولكن الله يرحمه. وقليل باش نهضر عليه في خمسة دقائق ولا هذا، سمحوا لي انا هضرت بعجاله بوجيز، مي بو بكر جداهيم خصو جلسه وخصو محاضره، لان عندنا بزاف ما نعطيو عليه في المجال الثقافي، في المجال التسييري، كيفاش دافع الوداد. انا غنقول لكم حاجه ما عمري نسيت، نهار اللي لعبنا الديربي مع الرجاء وكان العرجون خرج وعطى دقيقه 8 خرج لينا واحد وعطى ضربه جزاء، ففي لاميتون كنا عرفنا المباراه ما غاداش هي هذيك، فالوحيد اللي وقف ونزل عند لي ديليغي ونزل عند لي زاربيت دو معهم ماشي ما هزل هذه كيقول لهم انا ما غنسامحش الوداد ولو انني توقف لي حياتي، الوداد ما غنسامحش انها تهضم حقها، وانا حاضر ليها ما عمري نساها، وما كاينش اللي كانوا كيقدروا يديروها. فهذا الانسان الله يرحمه اللي عطى الوداد كثير، سمحوا لي جو بارل افيك ايموسيون، فو مافي توشي دو كور، لان جيم لو واك اي جيم لي جون كي اون ترافاي لو واك. الله يصاوب لي، الله يرحمه. بالنفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. باش نتكلم في شخص سي بوكر جداهيم المرحوم، خاصنا ولي وقت كثير باش نتكلموا على هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الودادي، هذا الرجل الوطني. الوالد ديالو كان من المقاومين، من المؤسسين ديال نادي الوداد الرياضي. هو سي بوكر جداهيم جا نادي الوداد الرياضي في 1959، جا عضو كمسير في نادي الوداد الرياضي، حتى خد الرئاسه ديالو ملي كان معاه في عهد ديال عبد الملك السنتيسي، وبقى في الوداد حتى اعتزل التسيير ديال الوداد، وبقى الى عشق ديالو في الوداد حتى البارح قبل ما يموت بواحد ساعتين او ثلاثه سوايع، كان عندي معاه اتصال في التليفون، باقي الان تيعشق الوداد، وبقى تدا مع الحب ديال الوداد، داها معاه في قلبه وداها معاه في الجسد ديالو في الروح ديالو. وهذه بالنسبه لنا كوداديين كمغاربه هذه خساره بالنسبه لنادي الوداد الرياضي، لانه ذاكره الوداد كلها والمجلدات ديال الوداد داها معاه.
نطلب الله سبحانه وتعالى الله يرحمه ويوسع على ضيقة القبور وإن لله وإنا إليه راجعون. آخر كلمات اللي كانت بينه وبينه هو شي مسائل داخلية على الفريق نادي الوداد الرياضي، هو كان ديما تيصبرنا وكان تيدخل ديما بخيط بيض، ما تهضروش دابا ما تتكلموش، خليه يدوز هاد الفترة، دوز بطولة، دوز كأس العرش، فهمتيني؟ حنايا ماشي ضد المكتب ولا شي حاجة، وحنا ديما مع المكتب، ولكن تنطالبوا بإعادة هيكلة نادي الوداد الرياضي في شخصها سي سعيد مصيري رئيس نادي الوداد الرياضي. حنا ما عمرنا كنا ضد سعيد النصيري، حنا ديما مع سعيد النصيري، وكنا نطالبوا بإعادة هيكلة نادي الوداد الرياضي، وكان ديما تيصبرنا وتيقول لنا صبروا صبروا ما تخطروش ما تخطروش ما تخطروش. وشكرا. السي بوبكر عندي صداقة معاه كبيرة من الأخر ديال الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات، كان رجل كيبغي بلاده وكيبغي بلاده وكيبغي الفريق، ما عمر وما قال شي كلمة لعيب شي حد، وكان إلى اللي قاس ليه الوداد ولا الوطن إلا كان هو ضده، وكان رجل أمن الله يغفر لنا ولاه، وكان رجل واخا تقول لي اللي قلتي ليه ما عمره ما يقول لك شي كلمة لعيب. واش غنقول لكم، بحيث الوداد ضاع عليها واحد ركيزة صحيحة، وكان كان مسكين، كنت مشيت عندو للدار وشفتو ملي كان مريض، ومشيت ولقيتو كيألف واحد الكتاب على التاريخ ديال الرياضة و الوداد بالخصوص، وكان من الناس اللي كان غادي يوجد المتحف ديال الوداد، كان كيتعاون معاه كل شيء، وكان عقل عليه ايامات بكبار، عز الدين الجلون، العمراني، زعما كاين داز من الجيل الاول والثاني والثالث، والحمد لله، وهذا قدر الله، اللهم اغفر لنا ولاه، يرحمه ويوسع عليه، الله يجعله من ثلث الناجي عند الله.